زعماء العرب في الجامعة العربية يوم مقتل صدام، قال لهم إن الدور آت عليكم. ضحكوا وهم آمنون في كراسيهم، واليوم لا أمن لأحد منهم إلا من أمن شعبه، وسيشربون من نفس الكأس. فأنا لا أعظ صالح، إنما أثبت نفسي وأثبت الثوار، وأقول لكم إن صالح لن يتعظ، وتلك سنة الله في المجرمين والطغاة. قال رب العزة إنهم لا يتعظون، يدخلون مرحلة ضلال. إن المجرمين في ضلال. من هم المجرمون؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ إنه من لم يسلم الناس لا من لسانه ولا من يده، والناس لم يسلموا من صالح، وصالح قد ارتكب ما لم يرتكبه طاغية غيره، فهو رجل كذاب يقول ما لا يفعل ويفعل ما لا يؤمر، كما وصف رسول الله. وهو رجل غدار أرسل وساطتين إلى الأحمرين وغدر بهما من خلفهما، ولا زال التاريخ لم ينسى غدر 78 بمشايخ الحجرية في تعز، حين أرسلوا للوساطة بين عبد الله عبد العالم وأحمد الغشمي، وقتلوا ودفنوا في مقبرة جماعية لم يشهدها أحد. طبع قديم لئيم يتكدد اليوم، رجل ليس بوفي بل غدار خائن، حتى لولي نعمته ولو كان وفيا لما قتل الحمدي وهو حارسه الشخصي في كريمة نكراء لبسوه فيها قضية مزورة، قضية أخلاقية مزورة. المخرج الذي أخرجها لا يزال حيا بين يدي صالح يخطط له اليوم، وهو الذي أعد سيناريو النهدين الذي جعله في رجب شهر الله الحرام ويوم جمعة أول رجب لتزداد حرمة، وسماها جمعة الأمن والأمان لتزداد حرمة، وقصفوهم في المسجد ليزدادوا استعطافا وهم سجود وركع. يا له من مخرج غبي، مخرج غبي. هذا اغتيل ولم يمت وهو يصلي، بينما الحمدي اغتيل في ليلة أنس مزورة حتى لا يكسب الناس تعاطفا، لكن شاء الله أن يحمل الشعب الحمدي على ظهورهم وهو ميت، وأن يضع صالح تحت أقدامهم وهو حي، وتلك سنة الله. إن سقوط القذافي يا معشر شباب الثورة كان الغيث الذي نزل من السماء بعد يأس وظمأ. نعم، ربط الله به القلوب، شد العزائم، أقام اليقين في النفوس، بث الأمل من جديد، أملا لن ينتهي حتى يسقط صالح بإذن الله. ولذلك نقول بدأ الليل ينجلي بالصباح المكلل بتنحي مبارك بعد إسقاط بن علي، وبسفاح ليبيا الصريع المجندل، وقريبا سنحتفي بسقوط الذي يلي قبل بشار سوريا، جاءك الدور يا علي، ففر أيها اليمني ثر، وانهض فحالك لا يسر، كر فإذا كررت فأنت حر، قسما بأنك إن فعلت فلن يضر. واصل خطاك، لم يبق غير دقائق، فلعل آخر فرصة ها قد أتتك فلا تمر. فر أيها اليمني فر. إلى جند صالح في الحرس الجمهوري بكل فئاته من الخاص والرئاسي أقول لهم يا أيها الجنود اعلموا أن هناك جندا نعلمهم بينكم، ربما يعلمهم بعضكم وهم كثر، ونحن على علم بذلك واطلاع، هم مع ثورة الشباب. نقول لصالح يا صالح ترقب ساعة ستعلم عن كاردة تحل بك من حرسك الخاص والجمهوري، ساعة صفر سيعلنونها وستعلم بها يا صالح، حيث لا ينفعك العلم بها حينها. فنقول للأحرار من ضباط الحرس الجمهوري
منكم وانضموا إليهم واجعلوها القاضية على هذا الطاغية، إلا أن شاء بعضكم أن يموت مع هؤلاء الأسياد الذين سيكون مصيرهم من غرف النوم المكيفة إلى ثلاجات الموز في الأسواق، ومن القصور المزخرفة إلى حفر الحفر الصحي. نعم، هكذا هي النهاية. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض، لم يبكي عليهم أحد. أقسى عقاب يناله هؤلاء المجرمون. يا معشر الثوار،